احنا دايما في الحلقات اللي احنا بنتكلم عنها وبنتكلم نجاوب على سؤال ماذا حدث لنا، ماذا حدث للمصريين، وكنا اتكلمنا عن جمال المصريين، لكن ما زلنا بنناقش وبنبحث في ظواهر مهمة حصلت لنا. لازم نبتدي ونقول زمان كان الناس لما يسمعوا حد بيتكلم بشكل سلبي عن حد، يعني بيغتابوه أو بيتكلموا عنه في غيبته، كان الناس تقول لهم حاجة، وأنا الكلام ده لسه حافظه عن أمي، كانوا الناس يقولوا له إيه؟ الشخص ده ما تقولش عليه كده لأن ملائكته حاضرين. ده كان بيدل على احترامهم للشخص الغايب، وبالتالي كانوا بيحترموه كمان وهو حاضر، فما يقولوش أي كلمة تجرحه. حتى لو كان حد يسأل حد عن رأيه في شكل شخص يعرفه، هل هو جميل؟ يعني شكله حلو وسيم يعني؟ فلو ما كانش جميل ما كانوش يقولوا له كده، كانوش يقولوا له ايه ده وحش قوي، كانوا ينقوا صفة من الصفات الحلوة اللي فيه ويقولوا له ايه ده، فلان ده طيب، ده فلان ده دمه خفيف، فلان أخلاقه عالية، بس ما يجوش ناحية ايه ان هو مش وسيم. الناس ما بتحبش تذكر الصفات السلبية عن الناس. ونكمل ولكن بعد الفاصل. موضوع التنمر، انا كراجل مدرس بيحصل موضوع التنمر طالب على طالب، يا اما في هدومه، في معيشته، ده بيرجع برضك للتربيه والدين، لان احنا لو رجعنا للدين مش هيبقى فيه تنمر، لان لا لازم من رحم ضعيفكم رحمه هي كبيركم. قله الدين وقله معرفه وقله علم وقله فهم بكل اسف يعني. الناس بتشوف بعض كده في الطريق او في الشارع او بيتكلموا على بعض، او ده يقول ده امال انت لابس كده ليه؟ امال انت عامل كده ليه؟ الكلام ده كله المفروض تبقى يعني الناس تبقى زي زمان. وبالنسبه للتنمر يا طبعا الناس دلوقتي واخداها ان هي تريقه هزار الكلام ده كله، طبعا ما حدش عارف الاسباب دي ممكن يعني الطريقه دي ممكن تخلي الواحد يوصل لايه. عيب ما حدش يقول لحد لقب وحش، ما حدش يستهزئ بحد. المفروض الاسلام وصى بكده، نحترم الغريب، نحترم القريب، نحترم الاخر. برأيي الضغط الاجتماعي برضه ممكن، الضغوط السياسية والمالية هي اللي تخلي الناس تتنرفز وتتريق، مش لسه في سوشيال ميديا فقط بس برضه في الشوارع. ما انت بقى انت بتشوف بقى اللي هو اصلا الوعي بقى والميديا وكده، بتلاقي ان الايه الموضوع بقى ايه بقى نوع من الضحك، ان انت بتضحك الناس على حساب ناس تاني. هو ممكن يكون يعني قلة دين وقلة إنسانية من الشباب او من الناس اللي موجودين، قله التربيه برضه عشان الاطفال اللي موجوده بتتنمر على بعض، وقله وعي ان الواحد مثلا مش عارف ان الكلمه اللي هو بيقولها دي ممكن تعمل ايه في الشخص اللي موجود قدامه. والله يعني في ناس واخداها ان هي كهزار وكسخريه وكلام من ده، لكن هم مش حاسين بالعقد النفسيه اللي بتحصل من التنمر وبتصيب الشخص اللي بيتنمروا عليه.